الأستاذ عمار السني إمام، سوداني مصري. سوداني مصري، أهلاوي فظيع. جه برضه عايز يساهم. كويس، قلت له برضه عمار نفس الكلام، لو احتجت حاجة هنقول لك. لو احتجنا حاجة هنقول لك. فعمار جه كام يوم وتبرع. انا عارف ان في مؤتمر او مش مؤتمر، انا ما سموش مؤتمر، خلي بالك ده مش مؤتمر، ده لقاء مع اعضاء نادي ومع الساده الاعلاميين، لقاء وليس مؤتمر. قال لي انا عايز اتبرع بمليون جنيه. عمار شكرا، شوف عايز توجهه ازاي. عمار حط المليون جنيه، قال منه الحفله دي او اللقاء ده على حسابه بالكامل، يعني النادي الاهلي مش متكلف ولا مليم في اللي احنا فيه ده دلوقتي، ولا مليم. والحاجة التانية بقية المبلغ يتحط في خزينة النادي. ده برضو محب. نيجي برضو لأحد المحبين التانيين. المحب آخر